ازيك يا حلوين؟ عاملين ايه؟ معاكم ميار. النهارده الفيديو انا متحمسه له جدا 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 جدا، علشان انا بحب نوعيه الفيديوهات دي اللي هي الريفيوز والمشتريات والحاجات دي. اي نعم، انا دمجت الفيديوهين يعني او النوعين مع بعض، لان انا مش جايبه حاجات كتير، وفي نفس الوقت مش مستاهل ان انا افرد لها فيديو كامل يعني. فقلت اقول ان انا اشتريت الحاجات دي، وفي نفس الوقت انا شاريها بقالي مده في فتره الانقطاع، يعني ان انا كده انا جربتها، فاقول ان انا اشتريت الحاجات دي، وفي نفس الوقت تجربتي معاها حلوه سيئه ايه النظام وكده. فانا كمان بحب نوعيه الفيديوهات دي لاني بستفيد منها، بحب اشوفها وبحب كمان اصورها. بس فيلا بينا نبدا الفيديو ونشوف احنا جبنا ايه. انا جبتها خالص 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 يعني اول من قبل حتى ما ابدا التشانل، وما عملتش عليها ريفيو ولا اي حاجه، هي البلدي. البلدي فظيعه يا جماعه، هي كوستل سنت، هتلاقوها معايا من ساعه يعني ما بدات سينس داي 1 وانا فتحت القناه وانا بشتغل بيها، لان هي فعلا عمليه جدا. وقلت قبل كده ان هي تنفع عروسه، تنفع مش هقول ميك اب ارتست لان هي البيجمنت بتاعها مش قد كده، بس تنفع بنت في الجامعه زي ما قلت عروسه كده، استخدام شخصي يعني مش بروفيشنال خالص. بس الحلو فيها ان هي ما فيش لون مش موجود فيها، هي 252 لون براند كوستل سنت. بصوا بقى الحلو فيها ان هي جايه في علبه كده، بصوا العلبه دي اول باليت، ودي تاني باليت، ودي تالت باليت. يعني بصوا فيها تلات باليتات بجميع الدرجات، المات والشمر. فبجد الباليت دي انا بحبها كاستخدام شخصي، حلوة جدا ونفعيني جدا. فيها الشمر والجليتر والمات، وكل لون فيه منه اللي يجي في بالك واللي ما يجيش في بالك، فيه منه اللون المات وفيه منه اللون الشمر، ودرجات الاصفر ودرجات الموف ودرجات البني والاخضر والاحمر والبينك. بجد فظيعة، مش مستاهلة ان انا اتكلم عليها. كنت جايباها وقتها كانت ب 750، معرفش دلوقتي ايه بعد تعويم الجنيه. بس البالت دي انا ما اقدرش استغنى عنها، دي this is my number one priority. تاني حاجه انا جبتها، او يعني تاني حاجات انا جبتهم، جبت بقى اللي هي الباودر وال الكونسيلر، عجله الكونسيلر بتوع كريولان اللي هما السيلفر. يعني جبت الباودر السيلفر مش البيضة، لان السيلفر هي المناسبة للبشرة الدهنية، واللي عارف ومتابعني من زمان عارف اني انا بشرتي دهنية الى ابعد الحدود. فجبت الاثنين دول، الاثنين دول كانوا عاملين 1000 جنيه، واحدة ب 450 وواحدة ب 550. I think مش مكتوب الاسعار، بس انا كنت فاكرة حاجة زي كده. المهم اني انا كنت رايحة علشان اجيب الباودر اللي هي درجة تي ال11، لان دي الدرجة اللي بتستخدمها لوجين الضفيري. فانا الى حد ما الاندرتون بتاعي زيها، والى حد ما بشرتي قريبة من بشرتها، لون البشرة يعني. فقلت اروح اجيبها، فما لقيتش التي ال11، فجبت التي ال1 اللي هي الترانسلوسنت باودر. وعايزه اقول لكم انا باخد منها كميه في الكونتينر ده او العلبه دي، و بستخدمها. عايزه اقول لكم ان كميتها فظيعه، بصوا يا لهوي كتير قوي كتير، بصوا والله العظيم يا جماعة بجد فظيعة. في لو انت ما عندكيش الامكانية ان انت تدفعي مبلغ 450 او 550، الباودر بيطير، او 450 في باودر، ففي جروبات بتقسم الباودر دي بالجرامات. فالموضوع ده حلو جدا للبنات اللي البادجت بتاعتها قليلة، هيفيدكم جدا الموضوع ده. والبنات اللي هي شبهي يعني، انا البادجت بتاعتي قليلة، بس يعني عارفين اللي هو ايه، لا انا عايزة الحاجة شكلها حلو، اللي هو شحيت وعايز اعيش فيه. فانا ما بحبش الصراحة موضوع التقسيم ده، مش علشان حاجة، بس علشان انا بحب
شكل الباكج بتاع الحاجة. يعني أنا بحب أحتفظ بالباكج، ما حبش الحاجات المتقسمة أو تجيلي في علبة بلاستيك أو كده. حاجة من كريولان هي العجلة دي، هي درجة سي التريو ألترا فاونديشن تريو، الشيد بتاعي سي. بصوا اقول لكم حاجه في عجله كريولان، عجله كريولان اللونين دول بيبقوا ثابت، اللونين دول بيبقوا ثابتين، واللي بيتغير يعني السي او البي او الدي او الحاجات دي، اللي بيتغير اللون ده المفروض ان ده فاونديشن وده ثانيه واحده بس الاضاءه، المفروض ان ده كونتور وده كونسيلر وده فاونديشن، فاهمين؟ فالدرجات كلها ده بس اللي بيتغير فيها اللي هو درجة الفاونديشن، فكل الدرجات بتبقى واحدة والدرجة بس دي هي اللي بتتغير. برضو العجلة دي لو غالية عليكي تقدري ان انتي تدخلي في جروبات برضو بيقسموا يعني بتقسمي كده الحاجات، وبيبقى التغليف نظيف جدا وكل حاجة، بس انتوا زي ما انتوا عارفين ان انا بحب احتفظ بالباكجز وشكل الحاجة يبقى معايا ان انا احطها كده بتدي شكل الطف، يعني انا بحب كده. لو انت مش فارق معاكي وفارق معاكي السعر طبعا روحي طبعا على الجروبات دي يعني، بس دي حاجة. تاني حاجة بقى انا جبت الهولا برونزر ده، انا كنت اول مرة اجربه خالص، فجربت الميني سايز وعجبني جدا ومستنية ده يخلص عشان اجيب الفول سايز. بس حلو جدا، هو ده اللي انا عاملة بيه في اللوك ده، عاملة بيه الكونتور وفظيع. احيانا بحطه فوق البلاشر زي ده، برضو بحط البلاشر مثلا كده لو مش عايزه البلاشر يبقى بينكش قوي وعايزاه يقلب على خوخي فبقوم حاطاه فوقيه، وساعات بحطه هو لوحده. فظيع يا جماعه، والدرجه بتاعته اللي هي الهولة فظيعه. طبعا انا مش محتاجه ان انا اتكلم، يعني مش محتاجه. حاجه جبتها وهو الفاونديشن ده من ماك، فظيع 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 فظيع، بس العش الممنوع، بمعنى ان هو مش ديلي يوز خالص، ما ينفعش يستخدم كل يوم. لو استخدمتيه كل يوم وشك مش هيطلع حبوب، وشك هيطلع دمامل، سوري على التعبير، لان هو فول كفرج. اصلا لما بتيجي بتشلي انا بستخدم كميه ميك اب ريموفرز مش طبيعيه، لان هو بيدخل بقى في المسامات وكده ولازم برش بقى وكده، ف ده مش ديليوس خالص. ده في حالات الانقاذ، انت مثلا بشرتك فيها احمرار فيها كده هيبقى تمام معاكي جدا، ومش هتحتاجي الكولر كوركشن كمان. حلو جدا جدا جدا، هفضل اقول جدا هنا لحد اخر الفيديو. فظيع يعني، انا جربت فيتمي، جربت لوريال انفيربل، فيش مقارنة اصلا، ده هاي اند وده دول دراج ستور. بس رغم عشقي للفيتمي بس ده قدر ياخد قلبي، بس انا بخاف منه لان هو ما بيهزرش، يعني ده لو ما تشلش كويس بجد بجد بشرتك هتتدمر. لو نسيتي او كسلتي ونمتي بالميك اب وانتي حاطة الماك ستوديو فيكس، انت كده جنيتي على بشرتك بجد، انت بتموتيها. درجتي في NC25 بتاعتي بالظبط بالظبط بالظبط. حاجة برضو جبتها وهي الماسكارا دي من اسنس، مش هتكلم عليها كتير يعني انتوا عارفينها، فظيعة يعني كل البلوجرز واليوتيوبرز كلهم اتكلموا عنها. نيجي بقى للونين دول من اماندا، دول انا عندي بتاع 6 أو 7 الوان مش عاجبني، يعني مش عاجبني قوي، بس دول اللونين اللي انا معلقه عليهم، لون رقم 15 واللون البينك ده رقم 4. حلوين جدا، هحاول اعمل لكم سواتش. حلوين جدا جدا جدا، حلوين جدا. بصوا انا بعشق الالوان دي، بعشقها طبعا، واضح يعني انا حاطه ايه، كل الوان روجيتي كده يعني، جد انا كرهت نفسي. انا عايزه
نفسي احط روج احمر، نفسي احط روج بني، نفسي احط الالوان دي، بس انا شخصيتي بينكي قوي بجد، انا بحب الدرجات دي، بحسها this is me يعني. اشتريت ايه تاني يا بنات؟ اشتريت الرموش دي من براند ميمي لاشز، اسمها لومي، اسمها لومي، وهي اللي انا حطاها دي بجد فظيعة 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 الى ابعد الحدود، خفيفة على العين، it's so fluffy، مش بحس ان هي اكني حاطة تندة، بترسم العين بشكل حلو جدا، سامبل كده وبسيطة، وعندهم اشكال حلوة جدا، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس، وفي برضو عاملين لزق الرموش، لزق الرموش ده بقى ده حوار تاني يعني، سيبكم بقى من اللي انا اتكلمت عليه ده كله، لزق الرموش بتاعها كل لزق رموش انا جربته سواء اردال سواء دو، اللي هو الرموش العادية، لزق الرموش العادي اللي هو الكوبي، لازم 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 تستني عليه مش اقل من 10 دقايق علشان يبتدي يبقى ستيكي، علشان تحطيه فوق رموشك فيلزق، والله العظيم ده عدي بالظبط 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 زي ما بيقولولك مش هما 5 ثواني، ده عدي مش هبالغ بس عدي 30 ثانية بالظبط وهتبتدي تلاقيه بقى ستيكي جدا بجد حلو قوي قوي قوي. انا كنت جايبة الكلير اللي هو الترانسبيرنت الشفاف لاني عندي الاسود، فبحط الاسود لما بكون عايزة مثلا مش حاطة ايلاينر او كده وعايزة يعمل لي خط، فبحط الاسود لما بكون حاطة ايلاينر او حاطة كده، هو المفروض العكس بس ميك اب هاز نو رولز يعني، ف فظيع 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 بحبه جدا، اشتروه بجد البراند دي فظيعه، بتعمل برضو ارواج وبتعمل بتعمل حاجات كتير، هحط لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس، روحوا بصوا بصه. ومعلومه، سواء ميمي لاشز او كل البراندات اللي انا قلتها دي، ما تعرفش ان في حد اسمه مايار اصلا ممكن يتكلم عنها، فعلشان ما حدش يقول ان ده اعلان او كده، بصوا على رقم قناتي، كل الحاجات دي انا شارياها بفلوسي، فانا طالعه بقول لكم تجربتي الشخصيه، الناس دي ما تعرفش اصلا ان في حد اسمه مايار اصلا طلع يتكلم عنها، ف بس ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ويا رب كنت خفيفه عليكم، بس لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي التلات حاجات، لايك وشير وسبسكرايب، وتفعلي علامه الجرس عشان يوصلك اشعار او نوتيفيكيشن عشان اول ما انزل فيديو جديد. باي باي.